واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فالإنسان دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، يسأل الله دائما أن يحفظه سبحانه وتعالى. والشيطان هنا أخبر أنه سيبذل قصارى جهده ليضل بني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم، يعني سواء في ترك الحسنات أو فعل السيئات أو الإقدام على المحرمات أو ترك الواجبات، أنه سيسعى قدر ما يستطيع أن لا يدخل النار وحده،